بالجهاد والجهاد ادفع كيد العادي والعادي. هذه الندوة العلمية جاءت ليفترض بها أن تكون مواكبة لأحداث 24 من ديسمبر لمناقشة واستذكار حراك الاستقلال الوطني الذي صنعه الآباء والأجداد. الأهمية الثانية واستيلاء قوات الحلفاء على ليبيا وخروج إيطاليا من البلاد تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ ليبيا المعاصر. موجزة عن أوضاع ليبيا تحت هاتين الإدارتين بعد أن سيطرت بريطانيا على برقة جعلته بنغازي مقرا للحكومة. وقد عملت الإدارة البريطانية منذ سيطرتها على البلاد على تدريج الخناق على النشاط السياسي في برقة. ظهرت عدة أحزاب وظهرت عدة صحف وجرائد لا يتسع المجال هنا لذكرها. القيادة العسكرية جنوب الجزائر وكانت ترمي بسياستها هذه إلى ضمها بشكل نهائي إلى الأراضي الخاضعة لها. أول هذه المؤتمرات هو مؤتمر برلين وتسدام سنة 1945 بدأت معالجة مسألة المستعمرات الإيطالية السابقة في أفريقيا اللي هي ليبيا والصومال وإريتريا للمرة الأولى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. بحث عن حلول لها وسوف نتناول هذه المؤتمرات بشكل مختصر اللي هو أولا مؤتمر لندن 1945. أعتقد ونعرف جميعا أن دائما ما فيش روح المبادرة الوطنية لتغيير وضع معين سواء اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي. تنشئ الاجتماعية الممارسات التربوية الممارسات الأسرية حتى ممارسات قاعة الدرس اللي نشأ فيها الإنسان أو المواطن الليبي هي تنشئ شخصية سلبية تستقبل الآراء والمعلومات بموجب اتفاقية. فلهذا نحن وجهنا طالبة من طالبات جامعة عمر مختار تكتب على الموقف الموقف البرلمان. هذا موضوع. موضوع الآخر لابد أن نزيل الغموض عن مثل هذه القضايا بموجب وثائق. فلا تاريخ بدون وثائق. هذه الوثائق موجودة ومدولاتها موجودة تتحدث عن وجوب طرد القواعد الأجنبية أيا كانت. جزيل الشكر للناس اللي حضرت والناس اللي شاركت وكبحنا جباح. الدكتور ناصر عياد أبدى استعداده أن يطلق مؤتمر حراك الاستقلال إن شاء الله السنة الجاية حيواكب يوم 25 ديسمبر إن شاء الله. السلام عليكم. السلام آمنة الشيخ مقدمة هي الأستاذة آمنة معيد في كلية فنون والعمارة مشكورة جدا. اللي هي تكريم هؤلاء هم رجال الاستقلال ومنحهم الدروع وهذه للمرة الثانية يعني منذ إعلان الاستقلال إلى تاريخ هذا اليوم يكرم هؤلاء للمرة الثانية. أولى كانت في جامعة طبرة في مناسبة ذكر الاستقلال العام السابق والآن جامعة دمنا. هذه لفتة طيبة. الدكتور هاشم العوكلي أعضاء تدريس كلية الآداب قسم التاريخ والمدير التنفيذي لمؤسسة اليسر للأعمال الخيرية. قمنا اليوم بالندوة العلمية الحوارية الثقافية حول حراك الاستقلال تحت شعار وطننا تاريخنا مستقبلنا. نهدف من خلال هذه الندوة إلى توعية المجتمع الليبي بأهمية هذا اليوم التاريخي الذي قدم فيه أبطالنا أو فرساننا التضحيات من أجل استقلال ليبيا. تمت في هذا الاختتام هذه الندوة توزيع شيء بسيط تذكار لهؤلاء الفرسان بدروع اسميت دروع فرسان الاستقلال. وكذلك نحب نشكر الجهات الداعمة لنجاح هذه الدورة واللي هي مصرف التجارة والتنمية وهيئة التأمين الطبي ودار المعلومات بارك الله فيهم وجزاهم الله ألف خير. وأطلقنا من خلال الاختتام في هذه الندوة إلى إن شاء الله إقامة مؤتمر علمي حول حراك الاستقلال هو اللي حيكون فيه متسع في المجال للحديث أكثر وللمشاركة أكثر. وقت كان قصير وكانت المداخلات حتى هي قصيرة لأساتذة ما خذوش قيدتهم في الوقت والحديث وبارك الله فيكم.